بهذه المعية الإخوانية تم تشكيل تنظيم القاعدة، إلا أنه أطلق عليه بعد ذلك تنظيم القاعدة، وكان في اختلاف يسموه إيه لحد ما استقر على تنظيم القاعدة بالسبب اللي أنا قلته لحضرتك من شوية. وأصبح هذا التنظيم المفروض يبدو ظاهريا أنه لا علاقة له بالإخوان، وأنه ينتمي إلى فصيل آخر يؤمن بأفكار جهادية أخرى، لكن هو كان أحد الأجنحة العسكرية لجماعة الإخوان. يعني واضح أن عبد المجيد الزنداني في تلك الفترة لم يكن مصادفة، كان موجود في هذا اللقاء علشان يكون له دور في استقطاب الشباب الإخوان من اليمن